ازاي نخش جنينه حيوانات في ولادنا نلاقي واحد مصري شغال؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا بشتغل هنا يعني من 15 سنه تقريبا. جيت هنا ازاي؟ ماشي. لا يا ظريف، اقصد يعني دراستك ايه؟ العلم بتاع جنينه الحيوانات. انت اصلا خريجه طب بيطري ولا ايه؟ معهد عالي تمريض مثلا؟ انا درست الاثنين دول لمده 9 سنين. كلمني عن الطب النفسي للحيوان بشكل عام. الحيوانات زي البنادمي، عندهم مشاكل نفسيه وعندهم روح زي البنادمي، بتتاثر باللي حواليها. عم ناصر، انا شايفك راجل يعني لذيذ كده وفاكك كده يعني. جميل صح؟ هل انت من كتر معاصرتك للزرافه بقيت ظريف؟ مين اكتر حيوان بيضحكك في الجنينه؟ الزرافه. الزرافه بتضحكك؟ عشان رقبتها طويله. الزور الطويل بيضحكك؟ لما القرد بيموت عندكم القرداتي بيشتغل ايه؟ لو القرد مات اكيد هنجيب له قرد جديد. عندها حق، سؤال غبي طبعا. في حيوانات بيصيبها انفصام في الشخصيه، زي فيلم مثلا بقر الحرمان بتاع سعاد حسني، يعني ممكن تبقى الزرافه الصبح عايشه محترمه جدا وبالليل بتعيش كفتاه ليل. طب احكي لنا عن الجنينه. الجنينه بدات ازاي؟ الجنينه ابتدت من 60 سنه، كان اول حاجه فيها لوماز الحمار والقرد. هل لو حيوان عندك جاله ضيق تنفس مثلا، هل ممكن تديله قبله الحياه؟ اكيد طبعا. حياه ابوكي. ايه الحيوان اللي هنا في الجنينه بتعتبره زي ابنك؟ القرود الصغيره. امك؟ زي دب بني كبير. صاحب مراتك؟ دودة صغيرة كده. مش عامل سبوبة كده، عامل مقطع شوية جزر في البيت وخيار وتقف جنب الزرافة كده لو في خلفة فيل ممكن تبيع فيل لحسابك وتخلي الباقي للجنينة ومحدش هياخد باله؟ لما حيوان بيموت عندكم أو حاجة، إيه الأشهر المطاعم اللي بتيجي تلم الحيوانات دي وتذبحها بعد كده وتأكل منها الناس؟ طب إيه الحيوان اللي عندكم هنا مراته شتيمة يعني زي عندنا؟ أنهي انتهى في الجنينة تتمنى إن طباع مراتك تبقى زي طباعها؟ أعتقد القطط الكبيرة. زي مرات الأسد مثلا صح؟ بتتعاملي مع الحيوانات كلها نفس المعامله ولا ممكن مثلا تفضلي قرد على قرد تاني لانه بيجي يتعالج عندك في العياده الخاصه بتاعتك؟ الحيوان لما بيتعب بيجي لك العياده ولا انت اللي بتروح للقفص؟ عاده احنا اللي بنحسه بنروح للحيوان ونحاول نعالجه في مكانه. لما بيحصل مثلا حيوان يتعب عندكم وتتفاجئوا انه تعب ويندهولك، هل زي عندنا بيدوا له اسبرين الاول او ريفو وبعدين يبتدوا يشوفوا حالته ايه ولا لا؟ ايه اللحظه اللي تمنيت فيها تكون حيوان؟ هل مسموح بالتهجين عندكم هنا بين الحيوانات؟ يعني هل مثلا ممكن قرد يتجوز سنجاب ولا الموضوع ده؟ لما بيجي لك بلاغ ان في حيوان مجنون بتروح له برضه بالقميص وبتلبسه القميص بالعكس واتنين تمرجايه وبينزلوا بيه؟ احنا نعرف ان عندكم بيحصل حوادث حمام كتير في الشارع، انتوا عندكم في ميادين كتير فيها حمام فناس بتعدي طبعا عليها ساعات، هل بتتدخلي ولا بتعتبري ده بره الشيفت بتاعك؟ يوم الجمعه بعد الصلاه بتلم الحيوانات وتفطروا مع بعض سوا؟ ايه اصعب حاله عالجتيها هنا في الجنينه؟ أصعب حالة قابلتها معالجة سمكة لأنها لازم تكون في المية وده بيبقى فيه مخاطرة كبيرة. إيه الحيوان اللي ممكن تأتمنه على سرك؟ أنا ما بطلعش أسراري برا. طب وهل الجنين هنا مكان آمن للطلبة إن هم يزوروا الصبح من المدرسة؟ في شازلونج مقاس الفيل؟ لو الفيل قعد أو نام مش هيقوم تاني. طب بما إن مفيش سيد قشطة هنا ما لقيناهوش يعني، الأطفال بتفرقع الصواريخ في بق مين؟ في حيوانات مضطربة نفسياً زي القرد مثلاً ممكن تقفشه بيتفرج على مرات الاسد وهي بتغير هدومها او بتستحمى او بتغسل. طب بتستفز القرود ازاي؟ تفتكر القرد مجنون فعلا ولا هو راكب نمر عشان ياكل عيش؟ سؤال اخير بقى عشان البرنامج، هتعمل ايه النهارده بالليل؟